يا خير من دفنت بالقاع آخذه، يا خير من دفنت بالقاع آخذه، فطاب من طيبهن القاع والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، وصلى الله وسلم عليه صلاة تليق بمكانه عند ربه ومكانته عند المؤمنين به. وأسألك سبحانك أن تجزي عني أهالي بورسعيد لأنهم حيوا الذكرى بما لا أستطيع أن أصفه بهجة نفوس ونظرة وجوه وفرحة قلب وزحمة شوارع وبسمة أنوار في كل ميدان وفي كل منزل. أسألك ربي أن تجزيهم عن حفاوتهم بميلاد حبيبك صلى الله عليه وسلم. وميلاده صلى الله عليه وسلم نعمة الوجود أزلا، حين قضى الله أن يبعثه آخر أنبياء الله إلى الأرض، وأبدا حيث جعله نبي كل زمان وكل مكان، إلى أن نلتقي بمرسله الأعلى في جنان الخلد إن شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نحتفل بكل أيامه، لأن الله قال في كتابه: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله هي نصر رسله ونصر عباده المؤمنين على كل الجاحدين والملاحدة والكافرين. وأيام الله تتجلى في بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيامه صلى الله عليه وسلم بعثة وإسراء وهجرة ونصرا في كل معارك شهدا، أيام لها تاريخ، والأيام تسعد بالحدث الذي يكون فيها. فإذا كانت أيام رسول الله كلها أزلا وأبدا وبعثة وإسراء وهجرة ونصرا في معارك، فكل ذلك ثمرة ليوم ميلاده صلى الله عليه وسلم. إذن فميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها، وهو أبو الخير كله. وميلاده صلى الله عليه وسلم عرفنا الحق به حين وجد في بيئة جاهلية، ولكنه اصطفاه الله منذ كان وليدا وقبل أن يكون وليدا، اصطفاه الله فجعله من سلالة أخيار من أخيار من أخيار، وولد بنكاح صحيح كنكاح الإسلام، ليس فيه سفاح من سفاح الجاهلية، واختار له خير الأصلاب في الذكران وخير الأرحام في النسوان. سبحانه جلت قدرته يعلم من خلق ويعرف من يصطفيه ويربيه على عينه. رسول الله عرفه العرب في الجزيرة بكل صفات الخير، لم يجربوا عليه شيئا مما كان شائعا في الجاهلية لهوا ولعبا وفسوقا
وعربدة في الكون وظلم أهل الجاهل الضعاف لم يعرفوا فيه صلى الله عليه وسلم إلا الأمانة وإلا الصدق وإلا الخلق الطيب، ولم يجربوا فيه نقصا أبدا. والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا كافرين به حين يكون عندهم شيء نفيس لا يأتمنون عليه إلا محمد وهم كافرون به، شهادة منهم أنه يؤدي الأمانة ويقر الضيف. وخديجة رضي الله عنها حين أخبرها بما جاءهم من الوحي وخشي أن يكون به ري من الجن قالت له: إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. فاستنبطت من سيرته قبل أن يبعث صدقه حين إخباره بأنه بعث. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يلعب مع الصبيان مثله كما نلعب نحن ونحن صبيان في أن ننقل الحجارة والرمال ونبني ما نشاء من بيوت نلهو بها، كان هناك حجر ولكنه كان ثقيل، فكان الصبيان يرفعون ذيول ثيابهم ليضعوها على كتفهم ليحميهم من ثقل الحجارة، فأراد رسول الله أن يحمل ذيله ليضعه على كتفه ليحميه من ثقل الحجر، فسمع هاتفا يقول له: عورتك يا محمد. فكأن كل الصبيان في اللعب كانت عوراتهم مكشوفة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم تكشف عورته لا في لعب ولا في جد أبدا. حتى يوم أن أراد عمه أبو طالب أن يرمم زمزم ذهب الصبيان أيضا إلى الجبل ليأتوا بالحجارة، فجعلوا أيضا ثيابهم على أكتافهم، ولكن محمد حينما مد يده ليصنع مثلهم سمع الهتاف الأول: عورتك يا محمد. فكأن الله حمى عورته حتى في الجاهلية، وحمى لسانه أن يكذب، وحمى قلبه أن يحقد، وحمى قالبه أن يخضع أبدا لغير خالقه حتى قبل أن يبعث. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط.